السيد محمد بوصفحة المعروف بمومو منشط إذاعي. ما تنساوش التشافيون راه عندهم وسام، عندهم وسام ملكي. مومو راه عنده وسام، باطمة عندها جوج. مومو الحامض انت بديتي تطير، بديتي تطير حتى جبتيها في راسك. نتمنى ان اتخاذ الاجراءات القانونيه مع هاد مومو هذا، وني تيخبر عنا كمارتو، ويخلي صحابو يخدموا بركه من داك الحسد الخاوي، وبركه من داك البرامج التي تشيع الفاحشه. هذا كيعيط على صاحبته وهذا على صاحبه وهذا، ولا ما عندنا ما نديروا بهذا التخربيق هذا. هو مس بالامن ديال المغاربه، بين بان المغرب فيه السيبه والمغرب غفل طارت عينيك. وفق ان قام بعده عمليات تدليسيه مماثله وفق نفس الاسلوب الاجرامي، يعني عنده باع طويل في هذا النوع من هذه الاساليب الاجراميه. وحاليا يعني تواصل المصلحه الولائيه للشرطه القضائيه ابحاثها في هذه القضيه تحت اشراف النيابه العامه المختصه. الحامض انت بديتي تطير، بديتي تطير حتى جبتيها في راسك. ما غادي نسالك لا رشيد العلالي مسكين داخل سوق راسو خدام على وليداته وخدام مع ما كاين الشر نطي طاطي عليه حتى هو حساب حقود. انت حقود حقود وفيك شي عياقه ما والله. تليفون اش تليفون واحد كيجري. اصفى اصفى مروان قطع. واو ويلي عاود عيطوا لي. سمعت تخطفه ديال التليفون ديال الايفون ولا اخر كيجري. والله حرام عليهم بالله. لا رمضان لا رمضان لا صيام لا يا بالسلامه. طفى. واو شو ولا عيط عندنا نروح نخرى مروان هو. واو انتم راكم عايشين معنا هذا الشيء لايف مباشره. مروان مروان وي خويا مولاي العظيم. لا لا تجي شوف دوز اخويا تاخذ الايفون ديالك اخويا. ايفون 15 حبيبي صحتك 14 تاخذ 15. لا زعما الان مفولز ما تيقتل. طبيعه الحال ان المغاربه كاملين تبعوا لافير اللي دار مومو على الهواء. تم اعتقال المتورطين اليوم، تم الاستماع للمنشط مومو بولايه امن الدار البيضاء، وراه تابع في حاله صراح، وغادي يكون التقديم ديالو ان شاء الله غدا، غالبا غادي يكون غدا امام انظار المحكمه الموقره. هاد مومو هذا خاصو يتعاقب وخاصو يحبس لينا من هادشي اللي كيدير. مومو بصراحه اعلامي فاشل، كيقلب غير على الهوتات الخاويات هادشي اللي كاين. صغر الغفران هذا كاع راس بينه وبين الله. دابا كيتصنطو. السلام عليكم الحباب، كيف الحال؟ كيف ما سمعتوا البدايه ديال الفيديو ان كلشي كيهاجم مومو الاعلامي المغربي اللي كلشي بغاه يمشي يعني البنيقه كيف ما مشات الدنيا فاطمه. يعني واحد الناس كيكون واحد النوع الاخوان ديال واحد الناس اللي كيتسناوك غير طيح، يعني ملي كطيح البقره كيقوى وجناوة، فهمتوا؟ هو هاد النوع هذا ديال هاد عربان عربان في ما كانوا صفه عامه، في ما حطوا يديهم كتخمجوا الحاجه، يعني في ما مشاو كيخمجوا بلاصتهم. دابا كيف ما شفتوا ان مومو دار واحد الغلط، ما عرفناش واش فعلا انه غلط ولا ماشي غلط، فكل شيء دار يدو فيه وكل شيء بغاه يمشي للحبس وبغاوه يدوز العقوبه. علاش ما عرفناش علاش؟ حيت شي شفار سرق التليفون ديال شي واحد كيهضر معاه في التليفون وهو عوض له التليفون ديالو. فالاخوان لا حول ولا قوه الا بالله، ما خصش الانسان يشمت، ما خصش الانسان يتشفى، ماشي اي واحد يطيح ديروا يديكم ورجليكم فيه تمنوا له الشر. راه كما تدين تدان، كيف ما كتبغي نفسك خصك تبغي لغيرك، كيف ما كتبغي حتى واحد يضرك وحتى واحد ما يتشمت فيك وحتى واحد ما يبغي يخربك ولا يدير لك شي حاجه، حتى انت ما خصكش دير داكشي لذاك الشخص، لان الدنيا دواره. فاش غادي تدور عليك الدنيا راه ما غترحمكش، هذه هي الدنيا وهذا حقوق الله وقانون ديال ربي سبحانه وتعالى. راه اللي بغيتيه للناس كيجيك، واللي بغيتي له الخير غيجيك، بغيتي له الشر غادي يجيك. فمن الاحسن الانسان خاصو كيف ما كيبغي الخير لراسو يبغيه لغيره. فحبابي شغنقول لكم لا اله الا الله محمد رسول الله. الله يبعد علينا هاد القوم الخابت، القوم اللي كيبغي يتفرج فيك، فالله يفرجو في راسو ان شاء الله. حبابي هادي هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش بلي لايك، جزاكم الله خيرا في هاد العواشر. الله يحفظكم ليا ويطول لي عمركم. ما تنساوش ايضا الغمر بالصدفه ويشوف هاد القناه وعجباته، ضغطوا على زر الجرس وعفوا على الزر الاحمر والجرس باش توصلوا بكل جديد كنزلوا على قناتي وقناتكم فضلا وليس امرا، وكاع الناس اللي انضموا لينا
ودخلوا لدارنا ولو من عائلة مرحبا وبكم وألف مرحبا. نقولكم حبابي إلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله وأخبار جديدة، ونتمنى نلقاكم إن شاء الله في أحسن الأحوال وراحة البال إن شاء الله، والله يبعد علينا وعليكم خبت البشر وبالأخص